ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده هنعمل سيفلر رياكشن جديد، واحنا لسه مكملين في التريلر رياكشنز بتاعتنا، التيزرز والاوفيشال تريلرز بتاعت مسلسلات رمضان. النهارده هنعمل اعلانين، او هنعمل اتنين تريلر رياكشن في فيديو واحد. انا بصراحة ده بالنسبة لي بيبقى احسن بكتير، يعني خصوصا اللي هو لو تيزر بيبقى احسن ان احنا نخلي مثلا اتنين تيزر في فيديو واحد، فبيبقى افضل يعني، شايف كده من وجهة نظري. خصوصا ان التيزر بيبقى قصير قوي، ففكرة ان انا اعمل فيديو كامل على تيزر صغير فما بتبقاش حلوة، يعني انا شايف كده من وجهة نظري الشخصية. النهاردة هنعمل تيزر رياكشن او تريلر رياكشن لمسلسلين، وهم برضو مع الاسف هم تيزر. المسلسل الاولاني هو مسلسل كله بالحب، والمسلسل التاني هو خلي بالك من زيزي. مسلسل الاولاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن وهو مسلسل كله بالحب، هو من تأليف احمد الشخيبي ومن اخراج عصام عبد الحميد، وهو من بطولة زينة واحمد صلاح السعداني وصابرين وريم البارودي ويوسف عثمان ونور ادري ومصطفى درويش. الكاست برضو مش وحش شغال، انا بحب عن نفسي برضو احمد صلاح السعداني وبحب يوسف عثمان، يوتيوبر زميل يعني. ده هنعمله تريلر رياكشن. اول حاجة هو برضو تيزر، ده اول حاجة ان احنا هنعمل لها تريلر رياكشن. طبعا كالعادة ما شفتش التيزر ولا مرة، هشوفه معاكو دلوقتي لأول مرة، مسلسل كله بالحب هنا على هوم سينما. يلا بينا. المصلحة هي اللي بتجمع. انا راضي سميتك. في عروسة محترمة تسيب عريسها في الصباحية وتروح مشوار، وافرض بقى ان العروسة دي عندها مصلحة، بنجري وراها من غير ما نحسب لها، عشان علمونا ان ريسك اكبر يعني مكسب اكبر. دي طلعه كبيره سريعه وسخنه ما يستناش حد. اعدام يا طارق ان شاء الله. عامله زي نقطه بعيده بتلمع، مش كل حاجه بتلمع تبقى دهب. ولا عايزه ايه؟ هتبص هو كله بالحب. اوكي، برضو هو تيزر صغير قوي، فبرضو مش هندي نسبة ترقب. افتكرته هو دراما، بس غريب قوي ان هو شكله كوميدي. هو شكله حلو، مش عارف، بس حاسه رايح شوية ناحية ميت وش، وانا بيتهيالي ما علينا. بس انا ما اعتقدش ان انا هتفرج على المسلسل ده مع الاسف، مع كامل احترامي لكل صناع العمل، حتى لو عملت له تريلر رياكشن. بس انا ممكن اتفرج الاول على التريلر، لما يجي ينزل التريلر اعمله تريلر رياكشن وبعد كده ساعتها اقرر. بس انا بالنسبه لي من التيزر مش داخل دماغي قوي، يعني ممكن من التريلر الله اعلم يغير نسبه ترقبي للمسلسل، الله اعلم. طبعا مش هلي نسبه ترقب لان هو تيزر. نفس الكلام لمسلسل خلي بالك من زيزي. خلي بالك من زيزي ده التريلر الثاني اللي احنا هنعمل له تريلر رياكشن، وهو من تاليف مريم نعوم واخراج كريم الشناوي، ومن بطوله امينه خليل ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد وصبري فواز ونهى عابدين وعلي الطيب وصفاء الطوخي علي قاسم واسماء جلال. معرفش ليه حسيت ان المسلسل ده كنت عايز اتفرج عليه اصلا قبل اساسا ما اشوف له تيزر وقبل ما اشوف له تريلر. قلت امينه خليل ومحمد ممدوح، قلت اكيد هيبقى حاجه حلوه يعني، هيبقى لذيذ يعني. برضو مش عارف اذا كان هيبقى كوميدي ولا هيبقى دراما، معرفش. هو من البوستر حاسه هيبقى كوميدي يعني، من البوستر حاسه كوميدي وبعد كده الله اعلم يعني. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هو تيزر برضو ما شفتش التيزر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. مش عاجبك كلامي؟ انا مش قادره افهم هو انتوا ايه مشكلتكم كلكم. هو اي مصيبه تحصل في الدنيا تبقى زيزي السبب، زيزي السبب. بقول لك ايه، انا زهقت منكم، صرفوا بقى زي ما انتوا عايزين، انا مش دعوه. خلي بالك من زيزي، رمضان معانا على شاهد في اي بي. بصوا انا معرفش يعني، حاسه غريب شوية التريلر. هو معرفش اذا كان هو مقصود ان هما كانوا بيينوا ان هما بيمثلوا، ولا ده مجرد مش عارف هو behind the scenes زي ما بيقولوا. مش قادر افهم يعني. بصوا هو عامة على فكرة هو في تيزر تاني معانا ليه خلي بالك من زيزي، انا لقيت تيزر تاني برضو هنعمله تيزر رياكشن دلوقتي. فهو مصلحة يعني ان احنا لقينا تيزر تاني، فعشان برضو حابب اعرف يعني لو التيزر ده شبه التيزر الاولاني ولا لا، ولا هما بيبقوا قاصدين ان هما يعني ان هما يحطوا الموضوع ده ان هما بيمثلوا اكنهم بيمثلوا وبيضحكوا والكلام ده كله. اتس لايك ا سيت كوم يعني، سيت كوم جوه مسلسل وندا فيجن قوي يعني، مش عارف. ثانيه واحده هشوف بس التيزر ده وبعد كده هنرجع نتكلم تاني يعني.
طيب حاضر، تعال نتكلم بعدين بس عشان مشغول دلوقتي. مع السلامة، باي. لا أنا مش عارف الكلام ده جابه منين بصراحة، دي مبالغة يعني. أنا ولا سوبرمان ولا حامل حمى. أنا مجرد محامي أحط شخصية تجيب حق الناس. بشوف شغلي يعني. ممكن كفاية لو سمحت، كفاية. صح كده يا طيب. خلي بالك من زيزي رمضان معانا على شاهد في اي بي. اوكي يا جماعه، هو الظاهر ان هو البرومو معمول او التيزر معمول على شكل ان هما بيمثلوا، وبعد كده المخرج بيقول كات، وبعد كده حد بيخش بيمليه بقى السكريبت، وفي مثلا بتاع الميك اب، وفي كذا حد يعني بيخش في التريلر. فانا معرفش هو ده مقصود ولا ايه بالظبط، الله اعلم. بس عجباني الفكره يعني. واكتر حاجه بسطاني بجد المسلسل ان المسلسل هيبقى 15 حلقه، فده بصراحه اول يعني حاجه عجباني جدا، زي مسلسل بين السماء والارض. فانا برضو مش قادر افهم هو ده برومو وده تيزر يعني من المسلسل. اصل لو ده تيزر للمسلسل بصراحه هتبقى الفكره صايعه، اللي هم عاملين الموضوع ده ان هم عاملين اكنه بيعملوا اكنهم بيمثلوا يعني من الاخر، بس ده ستيل برضو في الاخر برومو، مش مجرد ان هم بيعملوا اكشن وكات والكلام ده كله بيمثلوا. ففكره صايعه برضو مش وحشه يعني. هو تقريبا هيبقى كوميدي يعني، من التو تيزرز اللي احنا شفناهم هو تقريبا هيبقى كوميدي. طبعا برضو مش حد نسبه ترقب، محتاج اشوف الاول الاوفيشال تريلر وبعد كده احكم. بس ده كان مسلسلنا النهارده، خلي بالك من زيزي والمسلسل اللي اسمه كله بالحب. طبعا هنستنى الاوفيشال تريلر بتاع المسلسلين وبعد كده ساعتها هنحكم يعني ان شاء الله باذن الله. الفيديوهات اللي جايه لسه في تريلر رياكشنز ثانيه، سواء لمسلسلات رمضان او مش مسلسلات رمضان يعني، لسه برضه هتلاقوني لابس نفس اللبس ومكمل يعني. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. نشوفكم فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. واي باي.